والسلام على رسول الله آله وصحبه واتباعه وجاهه. أخواني أخواتي، أنا تمازحت مع الأخ السيد الفيدادي، قلت له شحال السن ديالك شحال السن ديالك، والحقيقة هذا من الإخوان الأولين اللي بداو معنا المسار. ما تنذكرش أنا شي مرحلة في الحياة ديالي في الحركة ولا شوية شوية دابا يسخن. ما كنذكرش شي مرحلة من الحياة ديالي في الحركة والحزب اللي ما كانش معانا. كنت كاع بديتي فاس ومشيتي للطاجير كنسلاح فكنشوفو باقي نشيط وتيري هو رئيس لوالو تيقوم بالدور ديال 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 تنشيط ديال الشعارات بكل يعني تفاني، ورغم ان الصوت ديالو بحال شي شويه ولكن باقي باقي فهمين يقدر. هاني الله بعد انا كنعتبرو مؤشر اللي كنشوف الاخوان الحمد لله اللي تجاوزوا 60 وفيهم حتى اللي تجاوزوا 70 وما يزالون على العهد. كنقول تبارك الله الحمد لله، لو كان هاد الاخوان هادو شافوا شي حاجه ماشي هي هذيك، او على الاقل شافوا شي حاجه خايبه بزاف، ما غاديش يكونوا بقاو في هاد التيار. فاذا هنيئا لنا اخواني، هنيئا لنا بشبابنا وصغارنا، هنيئا لنا بكهولنا، وهنيئا لنا بشيوخنا الذين لا يتصرفون كشيوخ كما هو معروف، بل يتصرفون كمناضلين عاديين يتعاملون بكل تواضع. فهذه كلها مؤشرات إيجابية على الاستمرار إن شاء الله الرحمن الرحيم، وعلى النجاح إن شاء الله الرحمن الرحيم. إخواني إخواني أخواتي، أول ما أريد أن أصححه، رغم أن كلمة الشراكة هي كلمة مقبولة، أنا أتحفظ بعض الشيء على الاكتفاء بهذه الكلمة. الشراكة مضمونة لكن العلاقات أقوى من الشراكة. خليوا الأخت صافي. تفضل أستاذ تفضل. فقلت لكم الإخوان، هذه ماشي شراكة، هذه شراكة ولكن ماشي شراكة فقط. النقابة اللي هي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وحزب العدالة والتنمية، وحركة التوحيد والإصلاح، والهيئات التي خرجت من هذا التيار، هذه عائلة واحدة. يمكنناش نقولوا شراكة، أكثر من الشراكة. حنا مجموعين متحدين متضامنين، نعيشوا مجموعين ننضوا مجموعين نتعاونوا مجموعين نعيشوا مجموعين نموتوا مجموعين. هذا الروح تبقى ويبقى بيناتنا العلاقات ديال الأخوة، والعلاقات ديال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والعلاقات ديال النصح المتبادل، والعلاقات ديال التدخل ماشي ديال التعسف، ديال التدخل اللازم الذي توجبه العلاقات الطبيعية بين الذين نشأوا نفس المنشأ، وكل واحد منهم دعاه تخصص، وإن كانت هنالك استقلالية القرار. وما قاله لكم الأخ السي عبد الإله صحيح في علاقة النقابة بالحكومة حتى يوم كنت أترأسها أنا، وكذلك الأخ سي سعد الدين العثماني من العدني، ما كناش كنتفقوا دائما، ولكن يعني كنا كنتناصحوا، كنا في الوقت عند الاضطرار كنوقفوا المواقف اللي كيخصنا نوقفوها، اللي هي لصالح المجتمع وصالح الشغيلة وصالح الوطن. وبطبيعة الحال لا أذكر في يوم من الأيام انهم طلبوا مني شي حاجه ماشي لريوسهم، ريوسهم ما تنهضروش عليها، انهم طلبوا مني شي حاجه خاصه للنقابه. كان شي سبب،
تلك انتحاري لك. طلبوا مني شي حاجه خاصه بالنقابه، كانوا كياخذوا واحد 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 المساعده، ما عرفتش كيسموها سبحان الله، دعم دعم دعم، بحال اللي كياخذوا النقابات الاخرين. النقابات الاخرين كانوا كياخذوا اكثر منهم بطبيعه الحال، وهذا لم نغيره. حنا الاخوان ديالنا خصنا نكونوا واضحين مع انفسنا، حنا تيار الاطراف الاخرى لا ترغب فيه، لا في الحركه ولا في الحزب ولا في النقابه. ولهذا مهما كانت الاسباب ديال النتائج ديال 8 شتات 2021، ما داروش معنا حتى الصواب، ما طبقوش معنا حتى القانون، وهذا يظهر في يعني التعامل الذي تعاملوه معكم داخل هذه النقابة. لأنه حنا كنا كانت واحد النقابة ما عندهاش 6%، وكنا نشركوها، هذا السجاب. شي حاجة ماشي هي هذيك نباني، أنا كبرت في الحقيقة. أش كان عقل على كل شيء. لهذا خصك تبقى معايا باش تبقى فهمتي، لان ولا ملي كان السي الى كيتكلم قال نحن لا 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 لا، ولكن كان خصو كيقول كذلك لا نعتذر. خصك تبقى السي الى لا فين ما حطوك الاخوان ديالك تبقى شي بحال اللي درتي لنا في وسط ديال الطريق اللي تخون فينا، كاينه ولا ما كاينه؟ الحمد لله على لطف الله اللي درتي عقلي. باش وصلنا لهذا النهار. اسمح لي على كل حال اكبر منك شويه يمكن لي. فهاد التيار الاطراف الاخرى متضايقه منه وكتقلب وما داروش الصواب وما داروش السياسه، ما تيفهموش، لان واحد النقابه بحال هذه علاش تحيد لها واحد الحقوق ديالها طبيعيه كاينه قانونيا؟ وحتى الا ما كانتش خصك تراعي، علاش خصك تراعي؟ لان نقابه بحال هذه وحزب بحال هذا وحركه بحال هذه اللي نشات في الاطار والظل ديال اكبر مرجعيه موجوده في الكون اللي هي الاسلام، فين هو الاتحاد السوفيتي؟ فين هو اليسار المتطرف؟ فين هي واحد العدد ديال المؤسسات وديال الهيئات كانت تهيمن على العالم؟ منها من لم يعد موجودا، ولكن الاسلام كان موجودا ولا يزال موجودا وسيبقى موجودا وسيتقوى وسوف يزداد انتشارا وانتصارا ان شاء الله الرحمن الرحيم. هذه هي مرجعيتنا، هذه المرجعيه هي التي تكون الاساس الذي ننطلق منه. حين تسمعون الاخوان عن الانتخابات داخل النقابه بنزاهه كتشوفوها بعينيكم، لو كان كانت شي حاجه ماشي هي هذيك اول واحد غادي يقول لا هي انتوما. لما كتكلموا على انا استغربت، انا شخصيا استغربت كامين عام ديال حزب العداله والتنميه، حضرت المؤتمرات ديال الجهات كلها، ديال الجهات ديال الجنوب كانت وحده مباشره وجوج كانوا عن بعد. التقرير الذي كان يناقش في اقرب في اقل وقت هو التقرير المالي، لم يطعن احد في ذمة مسؤول مالي في كافة الجهات. هذه الأمانة هي مقتضى من مقتضيات، وهذا لا يفيد أنه ما كاين حتى واحد في المغرب كامل في الأقاليم وكذا، ولكن إلى حد الآن ما كاين حتى شي حاجة، أو على الأقل تقريبا حتى شي حاجة. هذه المعاني هذه الناس هادو أنتم دابا جيتي وكتقولوا يعني عوض بحال اللي قال الدكتور الخطيب رحمه الله، الزعيم الكبير والرجل المخلص والمعتدل والصادق والذي كان في نفس الوقت
الذي يعلن ولاءه لدولته ولملكه ولملكيته في نفس الوقت لا يمنعه ذلك من أن يقول كلمة الحق، وفي بعض الأحيان أن لا يوافق على بعض القرارات التي اتخذها جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله مباشرة، كان رئيس ديال البرلمان وشاور الحسن الثاني رحمه الله كما ينص على ذلك القانون، قال له أنا ما نتفقش باش نوقفوا البرلمان. طبعا جلالة الملك عنده الحق، وجلالة الملك تصرف داك الشيء اللي عنده فيه الحق ووقف البرلمان 65، ولكن بقي موقف الدكتور الخطيب شامخا، وبقي الدكتور الخطيب رغم ذلك وفيا لبلده لدولته ولملكه، وإن عاش مرحلة من التهميش بدأت من 67 ولم تنتهي إلا في 97 من اللي الحزب ديالو استطاع أن يحقق لأول مرة يعني تسعة يعني مقاعد حكم مقاعد برلمانية سنة 1997. لهذا يا إخواني هذا المرجعية وهذا الزعيم الوطني الأول الذي بدأ هذا المسار وهذه الطريقة باش كتشتغلوا، ناس أخرين كيضايقوا منها، هم يريدون الصراع لأن هذا الصراع يسمح لهم بالابتزاز كما قال الأخ. أنا تتأسف على بلادي أن حزب بحال حزب العدالة والتنمية يكون جاب النتائج اللي جاب، وأن زعيم نقابي يظن أنه أكبر زعيم نقابي في المغرب وأنه يهيمن على أكبر نقابة يخرج ليقول نحن الذين ساعدنا على إسقاط حزب العدالة والتنمية ويطالب بذلك بحظه وحقه من الكعكة. عقلتي ولا تسلمي. هذه نقابة هذه. وأنت مالك أخويا؟ هذه نقابة هذه. بطبيعة الحال هذه النقابة هذه مهيمنة على شحال من حاجة وكذا إلى آخره. ولكن انظروا إلى المستوى الهابط الذي وصلت إليه قيادة هذه النقابة. ويسمح لي السي فلان العلاقات الودية اللي كانت بيناتنا على الأقل كان هذه ما تسمحلوش يقول بحال هذه الكلمة هذه، لكنه لم يراعي. قبل كان كيستدعيني ويستدعيني النقابة ديالو وكذا إلى آخره، وملي طاح الحزب ديالي خرج كيتشفى فيه وقول لي شحال عطاوك مقابل هذه الخدمة التي قدمتها. ثم دابا واش ناويين على الاستقامه ولا لا؟ واش تكون ما جاوبتيش؟ ناويين ياك؟ لا حيت لا ما ناويينش قولوا لي نمشي في حالتي. اذا كنتم ناوون على الاستقامه وحضوركم المكتف اليوم دليل على ذلك، فكونوا متاكدين انكم في النهايه ستنتصرون، لأنه لا يصح إلا الصحيح. ستنتصرون لأنكم إن شاء الله الرحمن الرحيم مستقيمون، وستنتصرون لأنكم ستتخذون القرارات المناسبة كل واحد في مكانه، سواء كنتم في معمل أو كنتم في متجر أو كنتم في إدارة أو كنتم في أي مكان سوف تنتصرون. ولكن تيخصكم تصبروا وتيخصكم تستمروا وتيخصكم تناضلوا وتيخصكم تكونوا معقولين وتيخصكم تحاولوا تخرجوا من هذه الثقافة الشائعة اللي مع الأسف الشديد ركزتها لنا أمثال هذه النقابات، اللي كيف قال الأخ سي جامع تبتز المستخدمين والمستخدمين في نفس الوقت، ولا تبالي بتضييع 3000 منصب شغل. هذه غير وحدة اللي شهدناها أنا وياه في هنا في مدينة بوزنيقة، واحد ديال واحد المعمل كيظهر ليا كانوا الماليه المانيا فهمتين ولا لا، وكانوا كيتفاهموا وتيساعدوا وكذا الى اخره، وبقات واحد النقابة يعني تسيء حتى وقفت. حنا ما تنعتزوش بهادشي، ما تنعتزوش بالاضرابات. مدينة فاس الاخوان، مدينة فاس كانت
مدينة سائرة في اتجاه التصنيع، كادت أن تكون يعني مدينة صناعية تنافس الدار البيضاء. فتسلط عليها تسلط عليها نقابي ونقابة، فهمتني ولا لا، مشؤومة و و و و و وأهلكت الحرث والنسل، أهلكت يعني الصناعة فيها، فهمتني ولا لا، وزعيم مشؤوم هو كذلك. هذه هي الحقيقة، هذه هي الحقيقة الإخوان الكرام والمحترمين. واليوم أنا جئت لكي أقترح عليكم ما يلي، رغم أنه الكلام ديالي ربما ما يبانش لكم شعري، ولكنه موجود في وثائقكم، وموجود في مبادئكم، وموجود في مواقفكم، وخصكم غير تزيدوا ترسخوا. في نفس الوقت الإخوان اللي كتكلموا على الحقوق كتدافعوا عليها، وخصكم تكلموا على الحقوق دافعوا عليها، خصوصا في وجه هذه الحكومة. أنا شخصيا أنتم كتعرفوا العلاقات اللي كتربطني مع السي عزيز الأحمش، كانت دائما علاقات ودية منذ القدم، قبل ما نكون لا رئيس حكومة ولا أي شيء، ولكن كنشوف باللي كيتصرف هذه الحكومة بواحد الطريقة ما فهمتش في الحقيقة، ما فهمتش. جاء بدا بعدا بالوالدين، حيد حنا دفعنا قانون كان خاصو المصادقة باش الوالدين يتمتعوا بالتغطية الصحية، خرج هذاك القانون من البرلمان ودها. هذه غير بوحدها هذه كافية باش يمشي في الحالة. جاء الناس عندهم الرميد، فهمتيني ولا لا، دابا الناس ما بقاوش عارفين يدرسهم شنو عندهم. كاين كيظهر لي دابا اللي غايقول لهم ما بغيتش الرميد غيبعدوا مني، لأنه يعني واحد العدد ديال الناس يعني نقلوهم لسينيسس، وفي نفس الوقت تأديوا عليهم حوالي نصف ديال هذوك اللي كانوا، والآخرين قالوا لهم انتوما دابا يعني عندكم نشاط اقتصادي خصكم تبداو تخلصوا. يعني كيعاودوا واحد القصة، قال لك واحد الباز شاف واحد القط، فهمتيني ولا لا، وسحب له قضية، وهو دابا يشدو هو داك القط ولا تشبر فيه. قال با داك الباز قال له هذا راه شتو شد فيا، قال له طلقوا، قال له رانا طلقت هو اللي ما بغاش يطلق. هادو دابا فعوض ما يحافظوا على داك الشيء اللي دار جلالة الملك، تنقولها ونعاودها بكل تواضع بكل احترام بكل تقدير المكانة ديال جلالة الملك، لأنه ملي جيت أنا كرئيس ديال الحكومة كان الرميد في المنطقة ديال أزيلان ياك السي فقط. قال لي يا سيدنا سعد الإله غادي نعمو الرميد، فهمتيني ولا لا، الله يجزيه بخير. قال لي غندير داك الشيء نهار الثلاثاء، كاين عام جديد غادي نكون في فرنسا. قال لي ماشي مشكل، قلت له صافي العام الجديد يكون بلا ما نقول ما كاين حتى مشكل. وشوية في نفس باقي في نفس اليوم قال لي لا سي الكران أجلو تجي نكون في فرنسا، لأن نتغلب عليه شي حاجة ديال الماء كتكون كل سنة. فالرميد جلالة الملك هو اللي اتخذ القرار فيه. وغنقول لكم واحد القضية، جلالة الملك هو اللي كان كيتبعوا مع وزير الصحة، حتى ولاو الناس كيستافدوا من الرميد، لأن سيدنا عنده بعض القضايا كيتبعها بيده شخصيا، ولكن هو ما كيتبعش كل شيء بطبيعة الحال، كيتبع وكيفوض وكيراقب كل شيء. والطبيعي حيت الناس نادو كيتكلموا على الصلاحيات الدستوريه، الدستور كيعطي لجلالة الملك كافه الصلاحيات في الدوله، ما كاين حتى حاجه كيعطيها حصريا لرئيس الحكومه. رئيس الحكومه هو عضو في الحكومه اللي كيترأس المجلس الوزاري فيها جلالة الملك. دابا الناس واش بغاو يخربون ولا شنو؟ كل الوسائل المناسبه باش يشوهوا هذا الحزب وهذا التيار ويقصيو ويفضيو معاه ويفضيو مع الامين العام ديالو، فهمتي ولا لا، والامين العام ديالو الناس اللي اختاروا ملي ما غاديش يبقاو يبغيو، راه ما غاديش يبقى، راه ماشي نتوما اللي جبتيو، النهار اللي تجيبو نتوما ديوه نتوما ما تساعدوش. وخصوصا في علاقته مع جلالة الملك هذه القضيه الاخيره، راه غير تضيعوا وقتهم هذو، غير تضيع وقتهم، لأن حنا فاهمين وعارفين شنو كيعني جلالة الملك.
جلالة الملكة الإخوان جاء قبل الدستور راجع هذه أربعة القرون. النهار اللي هاد البصرة العلوية تولت الرئاسة ديال هاد البلاد بلا دستور بلا حقوق الإنسان بلا حتى شي حاجة بالبيعة، وهاد البيعة راه ما زالت موجودة وهي موجودة في المرجعية الإسلامية التي نعتز نحن بالانتماء إليها أولا وقبل كل شيء، وعلاقتنا معها مبنية أولا وقبل كل شيء على هذا الشيء. وهذه العلاقة هذه هي واحد العلاقة اللي محكومة بالمنطق ديال المرجعية الإسلامية اللي مبني على النصح، مبني على النصح، مبني على السمع والطاعة، لأن الله هو اللي قال لنا واطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هو اللي قالها لنا. ولكن كذلك الطاعة في المعروف، ولهذا هذه المحاولات كلها هي اللي كيديروا باش يشوشوا بيننا وبين جلالة الملك ستذهب سدى، لأن جلالة الملك هو ما غيفرطش في الدين وحنا ما غنفرطوش في جلالة الملك، لأنه هو أمير المؤمنين وهو الذي قال إنه بصفة من المؤمنين الذي يقوم بحلال المسلمين. هذه المحاولات يعني شي مرة يلقاو شي عبارة شي بلاغ ديالنا إلى آخره يكبروا، ولكن راه حنايا عاوتاني من القرن 21 اليوم، وراه كاين بيننا وبين الدولة دستور، والدستور فيه الوضوح الكافي، فهمتيني ولا لا؟ في نفس الوقت اللي حنا متمسكين بالحقوق ديالنا اللي كاينة في الدستور، في نفس الوقت نحن على ولائنا لجلالة الملك. انتهى الكلام. ولهذا إخواني هذا المسار المعتدل اللي تيقول عوض الصراع التعاون، واللي تيقول الحقوق بالأمانات والواجبات الحقوق بالعدالة والواجبات بالأمانة، هذه المبادئ ديالكم التي تصرحوا حتى للحزب بيني وبينكم، هذه المعاني، هذه المرجعية، هذه الثقافة، هذه التربية، كاين الناس بغاوها. أنا وياكم والسياتين وهاد الإخوان وهاد الأخوات، حنا سيدي ما بغيناش لا الصراع، هو في الحقيقة ما بقاش دابا الصراع، دابا بقات المقالب. راني حشمت منكم نقولها لكم بالدارجة. بقات المقالب، واش ماشي مقلب؟ حزب كان عنده 300,000 ولا عنده 2 مليون وشحال ديال الأصوات بلا ما دار والو. ياك هو كان في حكومة 10 سنين، بالك هاد الحكومة ما دارت والو، إذا حتى هو ما دار والو. إذا ديالاش هاد أكثر من 10 سنين، إذا منين جاب هاد 2,300,000 ديال الأصوات؟ منين جابها؟ لا، شوف خلي الناس كل واحد يجاوب، هذا مقلب من المقالب، مقلب الدار العدالة والتنمية راه، ولكن واش قدرتي تغيروا العدالة والتنمية؟ واش باقي الناس ديال العداله والتنميه متشبتين بالمرجعيه الاسلاميه؟ واش باقي متشبتين بالديمقراطيه الداخليه؟ واش باقي متشبتين بالحريه في الصف ديالهم؟ لن تهزموا بيد الله. باقي متشبتين بالدوله ديالهم؟ باقي متشبتين بالملك ديالهم؟ ولهذا انا اليوم اخواني ما جيتش باش نطول عليكم، أنا جيت وراء الغينة اليوم الأمانة العامة باش نحضر معكم. أنا جيت باش نقول لكم استمروا، حاولوا تطبقوا هاد المبادئ ديالكم وهاد القواعد ديالكم، حاولوا تطبقوها، حاولوا الله يجزيكم بخير تكونوا منكم يعني مجموعات اللي تفكر في الواجبات. الحقوق هذه طبيعية راكم تتهضروا عليها وأنتم في هذا تشبهون كافة النقاط، ولكن أنتم ما كتبتزوا، ما كتاخذوا فلوس، ما كتديروا حتى شي حاجة، وهذا الشيء باين. واللي بغى يتحاسب معنا يجي يتحاسب معنا، يختار من طرف، أيما رجل وأيما امرأة، ويختار ويسولوا شنو عنده، شنو عنده، ويقول له منين جبتي هذا الشيء، حنا مستعدين لهذاك الشيء ديال من أين لك، هذا كاملين أولنا وآخرنا وإنسنا وجننا حتى هما إلى كذا. يبقى المناسبين يتحاسبوا معنا على الدرهم الأخير. فهمتيني ولا لا؟
او تبعيد المعاش الاستثنائي وخليه 17 مليار ديال الدرهم. ترى هادو هادو ماشي دابا كيقول بنافق، هادو دابا كيتفلاو علينا انهم يسخرون منا كشعب. هاد الناس هادو اللي خدامين بهذه الطريقه، هاد المقالين وهاد الاعلاميين ديالهم، هاد الاعلاميين ديال لا هلفاس كيقول واحد الكلمه يشويني فيك، انا ما يشويني فيك. هاد الاعلاميين واحد فيهم البارح واحد التعبان مخشي بديك الاحداث المغربيه قال لك هو ما غيتكلم حتى على حاجه في البلاغ ديالنا، غيمشي غير لهاد القضيه ديال الاعلاميين. حنا كنعتزو الاعلاميين اللي معقولين واخا كينتقدوا، حتى حنا كنستحقوا النقد وتنتقبلوا النقد، ولكن ماشي معقول هاد الكلام هذا. بغيت ناقش شوف الاعلاميين كيفاش منهم اللي كان دائما ضدنا ولكن اليوم لم يجد اي تغضاض باش يقول هذا بلاغ في المستوى المطلوب والرفيع والذي يشرف الحياه السياسيه ويشرف الاحزاب المغربيه. مشات يقول انه كذا وكذا وكذا وكذا، راه انا نقول له هادو هاد لا بغينا نقولوا هاد لا هادي واحد الخلطه، هادي واحد الخلطه فيها التحكم. التحكم هي الاولى، التحكم من جهه، ومن جهه اخرى فيها المقالب والالاعيب مقابل الاموال ومقابل الامتيازات ومقابل اشياء لم يكن يحلم بها بعض الاشخاص، ومن جهه اخرى فيها اعلام ماجور مرتزق متصهين. حنايا ما بكل صراحه ما يمكن ليناش ندينوا الدوله ديالنا، حنا مع الدوله ديالنا، حنا مع الدوله ديالنا، لا يمكننا ان ندينا دولتنا. ولكن لا شفنا شي وزير مال ذات اليمين او مال ذات الشمال او بالغ في موقف معين ولم يراعي ان ذاك الوقت الناس جالسين كيموتوا كنقولوا راه هذا سيسيء الى بلادنا وسيسيء الى دولتنا وسيسيء الى ملكنا. كنقولوا شي كلمه على قد الحال، وهذيك الكلمه تكاد تمر ولا يراها احد، ولكن اذا شاء الله ان نظهرها فانه يظهرها. ولهذا اليوم الاخوان ديالنا المغرب في حاجه اليكم، بلدكم في حاجه اليكم، اصمدوا في مواقعكم، اجتهدوا في القيام بواجباتكم. انا بغيت نقول لكم واحد الطريق ديال النصر، اذا كنتم معلمين ولا اساتذه ولا اطباء ولا مهندسين ولا موظفين ولا عمال ولا ارباب العمل ولا اي شيء، خرجوا من العيوب ديال الاخرين. انتم كونوا كتقوموا بالواجب ديالكم مزيان وكتخدموا بالنيه، اقسم لكم بالله حتى تولوا انتم هما الرؤساء، تنحق لكم الله تنعطيكم ضمانة ديالي بعد الله سبحانه وتعالى. نقول الله الله تعالى يقول العاقبة للمتقين، ستكونون رؤساء في الدنيا، وإن لم تكونوا رؤساء في الدنيا ستكون لكم العاقبة عند الله، وهي التي جمعتنا أول مرة، وهي التي تتركنا نتحرك إلى اليوم ونصبر ونستمر. واخا هذا الشيء اللي تيوقع علينا، بلادنا هذه بلدي وإن جارت علي عزة وقومي وإن ظلموني كرام، فخص الإخوان ديالنا يفهموا المسؤولية ديالهم. راه ماشي قضية الإخوان أنه شي وحدين فيكم يوليو في مجلس المستشار، ماشي هذا مزيان بطبيعة الحال. الإنسان يقول لك يروح 10 ولا 15000 درهم يولي يربح 30000 درهم، شكون اللي كره؟ سمحوا لي أنا إلا كتقولوا لي أنتم كتكرهوا هذا الشيء غنشك فيكم كاملين. راه ابن الجوزي رحمه الله هو اللي قال من ادعى انه لا يحب الدنيا فهو عندنا كاذب حتى يثبت صدقه، فاذا ثبت صدقه فهو احمق. هذا الشيء ما عندنا مشكل، تكونوا نواب في المجلس المستشاري ولا في مجلس النواب ولا تكونوا رؤساء ديال الجماعات ولا تكونوا مستشارين ولا تكونوا وزراء، ولماذا لا؟ ما غاتكبرش علينا. هذا رئيس الحكومه، راه كان وزير تحت الرئاسه ديالي، ما عنده باش يتنفخ علينا. كان وزير تحت الرئاسه ديال السي سعد الدين العثماني،
وهذا وزير الخارجيه انا اللي اقترحت على سيدنا. ايوا اش هادشي دابا خرجونا كاملين مبارك مسعود وديروا الربح ديروا الربح لبلادكم. والو لحد الان ما قنعتي وحد. بغيت غير نعرف هاد جوج المليون اللي صوتات عليكم فين هي؟ علاش ما تخرجش دابا دير المظاهرات لصالحكم؟ علاش باش ديروا المؤتمرات كتمشيو تخباو في الغابات؟ الا كانت عندكم رجل ديروا المؤتمرات قدام الناس بحال اللي كنديروا حنايا واجيو قدامهم فهمتيني ولا لا؟ زعما كتظنوا هذاك الذباب الالكتروني اللي مسلطينو عليا فين ما قلت شي كلمه يبقى تابعني هذاك زعما غادي يغير الموقع؟ هذاك الذباب الالكتروني انا كنتحداه. الا كان الراجل يقول شكون هو ويجي يتحاور معايا قدام الناس انا مستعد نتحاور معهم كاملين نجمعهم كاملين ما كاين مشكل. هذا ما الاخبار عرفتي اش غادي ديروا؟ بارك عليكم.